أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظبط الصوت. وعليك الصوت احمد. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. قل ان الموت الذي تفرون منه طيب السيد. طيب. موجودة في الكتابة. قل إن الموت الذي تفرون منه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله يفتح عليك. اسمع حالك يا ابو احمد. انا هسكت بس الثروه دي انا ما فيش كلام خالص. بس ورد يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير
وإذا رأوا تجارة
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما خير لك من النول ولا سوف يعطيك ربك فتعوي بسم الله الرحمن ما
كده كده يا سيد الله يفتح عليك يا مولانا. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك لك صدرك ووضعك
الله يا مولانا قراءة القرآن له صحة وعنفوان توصيل المعنى توصيل المعنى ربنا يفتح عليه الله فإن بعد العسر يسرا أي والله إن بعد العسر يسرا فإذا فرغت وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فارغب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقت الإنسان في ثم رددنا يا ربك الذي
فما يكذبك بعد بالدين. فما يكلمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يا اخي ربنا يديك الصحة، كل ما بتتعب احنا بنتمتع، ودي مثال قمة الإمتاع عندك، ما تشوفنا مبسوطين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عليك يا سيدنا.
شوف شوف عثمان مبسوط ازاي، ايه لما المغرب سهران ازاي. تعليق ربنا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عليك يا سيدنا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا قسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نستعين اهدنا 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 الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا 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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين الكتاب لا ريب فيه الله يا مولانا الله يفتح عليك يا رب الله يا رئيس جمهورية القراء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام
أولئك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى لا ريب فيه هدى ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ونسألك بعرشك العظيم ونسألك بقرآنك العظيم ونسألك بنبيك العظيم ونسألك بحرمك العظيم
ونسألك بشهر رمضان العظيم وبحق ليلة القدر العظيم أن تغفر لنا كل ذنب عظيم فلا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ونور أبصارنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن ونور بيوتنا وقبورنا بالقرآن اللهم اقض حوائجنا بالقرآن واشف أمراضنا بالقرآن وارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن جاء في الأرض عن جنوبهم بالقرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا لما شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم كما رددت عن بيتك الحرام أصحاب الفيل رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعبث العابثين وتخريب المخربين وتربص المتربصين اجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك وإحسانك إلى يوم الدين اللهم اجعل لأهلها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء واجعل لهم مع العسر يسرا وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة